بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الفاير بروتكشن. بنتكلم على الفاندمنتال اوف فاير. فالكمبستيشن او عملية الاحتراق هي عملية اكسدة بتكون مصحوبة بتطور او بتولد في الحرارة. تايبس اوف كمبستيشن، في 3 حاجات عندنا. اول حاجة اسمها سلو كمبستيشن او الاحتراق البطيء، وده بيكون عبارة عن تفاعل كيميائي بيكون مصحوب بتولد كمية حرارة ضعيفة شوية. الرابيد كومبستيشن هو الاحتراق السريع، وده بيكون تفاعل كيميائي بيكون مصحوب بتولد كمية كبيرة من الحرارة تولد سريع. السبونتينيوس كومبستيشن ده الاحتراق التلقائي، وده احتراق في المواد بيكون نتيجة أكسدة المواد دي وتفاعلها مع الأكسجين اللي موجود، وده عملية الاحتراق بتحصل فيه بدون وجود شعلة أو بدون وجود مصدر للنار في البداية. في تعريف اسمه فلاش بوينت أو نقطة الاشتعال، وده عبارة عن أقل درجة حرارة اللي عندها المواد بتطلع أبخرة. الأبخرة دي بتكون قابلة على الاشتعال أو بتشتعل في درجة الحرارة ديت. طيب، عشان النار أو عشان الحرارة تنتقل من مكان لمكان، فبتنتقل عن طريق 3 حاجات. حاجة اسمها كوندكشن، وده انتقال الحرارة جوه الماتيريال نفسها، بمعنى إن لو أنا عندي قضيب حديد طويل شوية وحطيت أوله في النار، بعد شوية الجزء الأخير اللي فيه اللي بره النار هيبتدي يسخن. في حاجة اسمها كونفكشن، وده انتقال الحرارة في البيئة المحيطة، عبارة عن إن أنا لو مسخن حاجة وحطيت إيدي جنبها بشوية هبتدي أحس بالحرارة اللي طالعة نتيجة انتقال الحرارة في الهواء. في حاجة اسمها راديشن، وده عبارة عن الانبعاث الحراري اللي بيتولد نتيجة الإلكترومغناطيك فيلد. طيب، عشان النار تحصل وتستمر، فإحنا عندنا 3 حاجات أساسية لازم تكون مكونة للحريقة واستمرارها: الفويل أو مصدر الوقود، الهيت، والأكسجين. التلاتة دول موجودين مع بعض، لو استمروا بتفضل النار مستمرة بدون ما تنطفئ. عشان كده بنقول إن البيزك استراتيجي أو الاستراتيجية الأساسية في إن أنا أعمل فاير بريفنشن إن أنا أعمل كنترول على الفويل أو الهيت اللي موجودين عشان أمنع استمرار الاحتراق. طيب، بالنسبة للسورسز أوف فويل، إيه هي المصادر بتاعته؟ فالفويل مش لازم يكون بنزين أو جاز عشان خاطر ده يعمل احتراق، لأ، ده ممكن يكون أكسدة مواد كتير جدا، فده يعتبر مصدر للفويل، زي الانسليتنج ماتيريال أو الكيميكال زي الأسيتون والإيثر والميثانول، غازات زي الهيدروجين والناتشورال جاز، بلاستيكس مواد بلاستيكية، البيبر والكارد بورد ممكن تبقى نفس الكلام، الخشب، الفابريكس، البنتس، الدهانات لو اتسابت فترة طويلة وحصل لها أكسدة، الأويلز، الأسيتيلين. كل الحاجات دي ممكن تعتبر كمصادر للوقود القابل على الاشتعال. طيب، المصادر بتاعة درجة الحرارة أو بتاعة النار، فممكن تيجي من أجهزة التدفئة، ممكن تيجي من الإلكتريكال إكويبمنت، ممكن تيجي من ماكينات اللحام، ممكن تيجي من عادم الأفران، ممكن تيجي من النيران المباشرة أو ألسنة اللهب المباشرة، ممكن تيجي من الأوفر هيتنج، المعدات اللي بتولد حرارة، أجهزة الكمبيوتر اللي بتسخن، السموكينج ماتيريالز، السيجارتس نفسها، التيارات المستحثة، البرق اللي بيحصل في السماء. فكل دي مصادر للحرارة أو مصادر للنار. طيب، أخطار حدوث النار أو الأخطار اللي ممكن تحصل، لو بنتكلم على الدخان والأبخرة المتصاعدة، فدي بتعمل اختناق في يعني اختناق أو بتعمل صعوبة في التنفس أو بتعمل تسمم في الشعب الهوائية. طيب، بالنسبة للحرارة المتولدة اللي ممكن تعدي 1250 درجة سيليزية، فدي بتسبب احتراق للجلد طبعا. بالنسبة لانهيار المباني، فده ممكن يسبب إصابات نتيجة سقوط الحاجات. بالنسبة للحوادث اللي ممكن تحصل أثناء الهروب، فممكن تبقى حوادث سقوط أو زحلقة أو تجمهر والكلام ده. طيب، الـ Classification of Fires، فإحنا عندنا الـ Fire اتقسمت 5 categories على حسب المادة المشتعلة أو المواد المشتعلة نفسها. كلاس A ده بيحصل في المواد العادية زي البيبر، زي الوود، زي الكلوز، زي الرابر، بلاستيك ماتيريالز. كلاس بي بتحصل في السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة للاشتعال. كلاس سي بتحصل نتيجة الحاجات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك الكهربائية. كلاس دي بتحصل في الماتيريالز القابلة على الاشتعال زي المغنيسيوم أو التيتانيوم أو الصوديوم، الليثيوم، كل الحاجات دي. كلاس كي فبتحصل نتيجة احتراق الزيوت او الشحوم او مصدر كهربي يمسك او تسخين الزيوت والشحوم عن الدرجة بتاعتها، عن الفلاش بوينت بتاعتها، فيبتدي يحصل احتراق او بيبتدي يحصل نار موجودة جوه ألسنة لهب موجودة جوه الزيوت والشحوم المستخدمة. طيب، الامرجنسي بروسيدرز، اجراءات الطوارئ اللي ممكن ناخدها، طبعا عملية اخلاء المباني اللي بتحصل فيها،
فلازم تكون عملية منظمة، ولازم الناس كلها تبعد 100 متر عن المبنى اللي فيه الحدث. المفروض ان احنا الطوارئ او اجهزة مكافحة الحريق اللي داخلة او فرق المكافحة لازم تكون عارفة الناس اللي موجودة جوه موجودة فين واماكن تجمعها، بحيث انها تدخل عليهم على طول وتعملهم عملية الانقاذ. لازم برضو الناس تديهم معلومات عن سبب الحريقة اللي موجودة عشان يبتدي ياخدوا الاكشن الصح والمواد الصح اللي ممكن تكافح الحريقة ديت. وطبعا ما ينفعش نخرج من المبنى وندخل تاني إلا بتوجيهات من فرق الإنقاذ. طيب لو بنتكلم على الفاير نفسها إزاي نعمل لها مكافحة، فإحنا لو مسكنا التلات أسباب اللي إحنا اتكلمنا عليهم اللي بتخلي استمرار لعملية الحريقة، اللي هي الهيت أو الأكسجين أو الفويل، فإحنا بنعمل إليمينيشن لأي واحدة فيهم عشان خاطر نمنع عملية استمرار الحريقة. في نفس الوقت لازم ناخد احتياطاتنا ان سنة اللهب نحاول نحدها بحيث انها ما تنتشرش من مكان لمكان ويبتدي تحصل حريقة في حتة تانية. برضو فتحات التهوية المفروض ان احنا ناخد بالنا ونرتبها بحيث ان ما يكونش الغازات اللي خارجة او الادخنة اللي طالعة دي طالعة في وش الناس اللي داخلة او فرق الانقاذ اللي داخلة، بحيث ان هم يقدروا يدخلوا لمصدر الحرائق. بالنسبة للخراطيم او طفايات الحرائق اللي بتستخدم في مكافحة الحرائق، فالمفروض إن دي ما بتوجهش لألسنة اللهب المتصاعدة، لكن بتوجه لقاعدة الحريق بحيث إن إحنا نعمل إليمينيشن للفاير. فاير إكستنكشن تكنيكس، طرق إن إحنا نعمل مكافحة الحريقة، فإحنا عندنا 4 حاجات: ستارفيشن، سموثرينج، إنهيبشن، كولينج. ستارفيشن إن إحنا نعمل عملية تجويع للنار عن طريق إزالة الوقود. سموثرنج ان احنا نعمل اختناق للحريقة عن طريق قطع امدادات الاكسجين. انهبشن ان احنا نعمل تثبيط، يعني وقف للتفاعل المتسلسل اللي موجود جوه الحريقة. كولينج ان احنا نحط مية ونحاول نطفي الحريقة اللي موجودة. الاكتيف فاير بروتكشن تكنيكس، نظم الاطفاء المختلفة. عندنا حاجة اسمها هيدرنت سيستم اللي هو نظام الصنبور اللي موجود. الهيدرنت سيستم عبارة عن نظام الإطفاء بالمية اللي هي مواسير المية أو طفايات الحريق اللي هي خراطيم وحدات المية اللي بتكون موجودة متوصلة بالخراطيم بحيث إن احنا نشد الخرطوم، وبيكون ضغط المية فيها عالي بحيث إنها تعمل مكافحة للحريق اللي موجودة. أكتيف فاير بروتكشن تكنيكس، في منها الووتر سبراي سيستمز، دي اللي هي مرشات المية اللي بتكون موجودة، بيكون في تنكات كبيرة ومرشات المية اللي هي ماشية بمواسير صغيرة جوه القاعات أو جوه الشركات والمكاتب والمصانع. فوم سيستم زي مرشات المياه، بس بدل ما بتنزل مية لا، دي بتبتدي تنزل باودر، والباودر طبعا بيكون أقوى من المية في الإطفاء لأنه بيعمل عزل للأكسجين اللي موجود حوالين الكهرباء النار ديت، فبيعمل لها تجويع فبتبتدي تموت. او البورتيبل فاير اكستنكشرز اللي هي طفايات الحريق اللي محموله. طيب طفايات الحريق اللي محموله حاجه زي اللي قدامي دي كده. عندنا طبعا اللوكينج بين، ده نظام الصمام الامان اللي موجود، والكارينج هاندل دي الايد اللي بنشيل منها. البريشر جيج ده عداد الضغط اللي بيقيس لنا الغاز اللي جوه او الباودر اللي جوه او الميه اللي جوه ايا كان نوع الاطفاء اللي موجود، ده الضغط بتاعه ايه، لان لو قل طبعا يبقى الطفايه دي ما تنفعش ولازم تتغير. الليبل اللي بيقول هي بتكافح انهي كلاس من التصنيفات النار اللي قلنا عليهم من اول الاي لحد الاي، وبيبتدي يحط لي هنا التعليمات هي عباره عن المواد المستخدمه بتاعتها هي عباره عن ايه، والكلاسيفيكيشنز بتاعت النار والتعليمات الاستخدام اللي موجوده. ده تشارج نازل، ده اللي هو الخرطوم اللي بيبتدي يطلع منه الماده اللي بتدفي وبنكافح بيها الحريق. different kinds of extinctions. طيب طفايات الحرائق المحمولة ديت في منها 4 أنواع: ال all purpose water, carbon dioxide, multi purpose dry chemical وال dry powder. كل واحد من دول بيكافح نوع معين من الحرائق. لو بنتكلم على ال all purpose water، فال all purpose water دوت all purpose water ده طفاية الحريق اللي بيكون محطوط فيها مية، ودي بتنفع لكلاس A، بتبقى المية دي مضغوطة وبيكون في عداد للضغط. في الكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد دي بتنفع لكلاس بي وكلاس سي، وكلاس بي وكلاس سي ده كان للليكويد المواد السائله القابله للاشتعال، وكلاس سي كان نتيجه الحاجات الكهربائيه. ده بيكون هارد بلاستيك نوزل، الخرطوم بتاعه بيكون هارد بلاستيك وما بيكونش فيه عداد ضغط. في المالتي بيربز دراي كيميكال، دي بتنفع لمعظم الاغراض زي كلاس اي وكلاس بي وكلاس سي، دي بتكون فاين باودر بيكون تحت ضغط وبيكون فيه عداد ضغط في الطفايه. عشان نبتدي نستخدم طفاية الحريق فهي بتمشي تحت مسمى الباس، البي بتبقى بول ذا بن،
A aim low, S squeeze the lever, S sweep the fire. بمعنى ال B هي اختصار بول اللي هي بول ذا بن، اسحب لي صمام الأمان. بعدها ال A aim the base of the fire اللي هي aim low، يعني خلي لي الخرطوم بتاعي دوت متوجه ناحية قاعدة النار. بعد كده ال S squeeze the handle، اضغط على الإيد. بعد كده سويب اللي شغلها لي رايح جاي بحيث انك تطفي الحريقة كأن في مروحة شغالة على قاعدة الحريقة. How to survive a fire، ازاي ننقذ نفسنا من النار؟ فأول حاجة لازم بقدر إمكانك ما تخليش النار تحوطك من جميع الجهات، ويكون لك مخارج أكتر من مخرج تقدر تهرب من النار فيها. بعد كده إنك تغطي الفم والأنف بمنديل مبلل أو قطعة قماش مبللة إذا أمكن. بعد كده تحاول بقدر إمكانك إنك تنام على الأرض عشان الأبخرة اللي طالعة والدخان ما يغطيش الرئة. دونت هايد، يعني ما تحاولش تستخبى تحت حاجة أو تستخبى في حتة بحيث إن النار ما تمسكش فيها ويبقى أنت مفيش أي مخرج. لازم تكون مصر على إنك هتخرج، ما تستسلمش للحدث اللي موجود. لو النار مسكت في الهدوم اللي أنت لابسها فبتقف وترمي نفسك على الأرض، بتحاول تتدحرج يمين وشمال بحيث إنك تطفي النار عن طريق الأرض. وقت ما تخرج من المبنى ما تفكرش إن أنت ترجع تاني. طيب لو بنتكلم على الحاجات اللي ممكن تسبب حدوث الحرائق بالنسبة للمجال الكهربائي، فاحنا عندنا كذا حاجة زي الالكتريك اركس اللي هي الأقواس الكهربائية، لوس كونكشن وصلات بيحصل فيها مشكلة، الهوت ريزيستورز اللي هي المقاومات اللي بتسخن، المكثفات، الحاجات الكهربائية كلها اللي ممكن تعمل لي مشاكل زي الاوفر لودنج. كل الحاجات دي مصادر لحدوث النار. طيب عشان نعمل نفسنا حماية من النار ديت، لو بنتكلم في السيفل ووركس فاحنا لازم نستخدم مواد غير قابلة للاشتعال كقسم تشييد. بنحاول نخلي فتحات التهوية بقدر إمكاننا محكومة بحيث إن أنا لو حصلت مشكلة في مكان أقفل عليه بحيث إن أنا معملش انتشار للدخان اللي موجود أو انتشار للنار في قطاع تاني مفهوش مشكلة. بنحاول نعمل فاير فايتنج سيستم أثناء التصميم. بنحاول نخلي فيه اللي هي سلالم الكهرباء أو سلالم هروب او مخارج طوارئ عشان لو في اي مشكله في اي وقت الناس تقدر تستخدمها. دي بعض الحاجات اللي بتستخدم في الانستراكشنز. دي بعض الحاجات اللي بتستخدم داخل المجال الانشائي بحيث ان احنا بقدر امكاننا بنقول ان احنا بنغطي الحاجات الحديد او المنشآت المعدنيه بماده غير قابله للكهرباء او ضد الصدأ، ضد الحاجات ديت. في طرق تانية إن احنا نعملها في المجال الكهربائي، إن احنا بنحاول نعمل حاجات تحكم درجة الحرارة أو نعمل overload alarm بحيث إن لو في حاجة يبتدي يدينا alarm، أو نعمل monitoring للtemperature أو automatic starts of fans أو fire protection system. لو بنتكلم على الفاير بروتكشن سيستم فاحنا عندنا اللي هي السموك ديتكتورز اللي بتبقى موجودة في الأسقف، بتحس بالدخان فبتبتدي تدي الارم، او الاوتوماتيك فاير سبرانكر سيستم اللي هي الرشاشات اللي موجوده سواء كانت رشاشات ميه او كانت رشاشات باودر، او كيتشن هود سيستمز اللي هي الشفاطات اللي موجوده بحيث انها تاخد الابخره اللي هي قابله على الاشتعال لو زادت عن حدها وبتشفطها. شكرا، ونتقابل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه باذن الله.